العاصمة بغداد. ينضم معنا مراسلنا من هناك الزميل سرمد الفاضل. بداية سرمد أهلا بك، يعني هل لك أن تحدثنا عن آخر المستجدات في ساحتي التحرير والخلاني، فضلا عن الوثبة حتى هذه اللحظة من ظهيرة هذا اليوم؟ هل من تفاصيل جديدة تذكر حتى الآن؟ الأنباء لم يتم التأكد منها ما إذا كانت فعلا حدثت، لكن هي قالت بأن متظاهرين انسحبوا من جسر الأحرار وزحفوا باتجاه جسر السنك، هذا جانب. الجانب الآخر أيضا عبوة صوتية انفجرت في منطقة الجراج، لم تعرف أو لم يتسنى لنا حتى الآن معرفة كم عدد إصابات خلفتها هذه العبوة الصوتية. أخبرنا قبل قليل بأنها انفجرت صباحا، لكن لم تخلف أو لم يتسنى لنا كما قلت معرفة كم عدد الإصابات التي خلفتها، إضافة إلى أنه هي صوتية، يعني لا يترتب عليها أي أضرار ربما كبيرة فيما يتعلق بالأرواح أو الخسائر المادية، هذا جانب. سياسيا الآن يعقد اجتماع الفتح في منزل المالكي، اجتماع لتسميته كتلة أكبر، ويقدم ذاك الطلب إلى المحكمة الاتحادية ومن ثم إلى رئيس الجمهورية من أجل أن يرشح من أحد هذه أو يعني يرشح من هذه الكتلة رئيس وزراء للمرحلة المقبلة، إن كانت مدة سنة أو يكمل بقية الدورة الانتخابية الحالية. الكل في اجتماع أو في الفتح مجمع على أنه هو يعني يحاولون أن يكونوا أو يريدون أن يكونوا هم الكتلة الأكبر. جمعوا كل أطراف تحالف الفتح في هذا الاجتماع من أجل الانتهاء من مسألة الجدل حول رئيس الوزراء المقبل، إضافة إلى أنه الترقب في ساحة التحرير للانتهاء أو لانتهاء المهلة الدستورية التي نتحدث عنها تنتهي يوم غد، وفق التحديث الأخير للمهلة الدستورية بعد أن قالت أطراف بأن العطلة الرسمية لم يعني حالت دون أن تكون هذه المهلة الدستورية تنتهي يوم الخميس. طيب تنتهي يوم غد بكل الأحوال كما فسر، وبالتالي الآن ضغط شعبي من قبل ساحة التحرير وكذلك نعم. طيب سرمد، كيف يعني أيضا تعقيبا لكلامك، كيف قرأ المتظاهرون خطبة المرجعية يوم أمس بالدعوة إلى يعني انتخابات مبكرة وكذلك تشكيل مفوضية عليا مستقلة للانتخابات؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر الضغوطات التي تمارس الآن على رئيس الجمهورية لتمرير مرشح من الأحزاب الحاكمة، كيف قرأ المتظاهرون كل هذه التطورات؟ ربطوا موضوع الانتخابات المبكرة بإقرار قانون قالوا يجب أن يكون عادل، وهذا بطبيعة الحال قالوا بأنه لن يكون هناك يعني لا جدوى من عقد أو من إجراء انتخابات مبكرة إذا لم يكن هناك قانون عادل كما يريدون يضمن لهم حق الوصول أو حرية الوصول أو إمكانية وصول من ينتخبون فعليا مرشحين وفقا للنسب الممنوحة لهم، يعني يتحدثون عن تقاسم النسب بالنسبة للكتل وبالنسبة لهم، نتحدث عن المستقلين. والآن يجري هناك حراك في البرلمان من أجل منح المستقلين 60% من يعني من الأصوات مقابل 40% للكتل، وهذا يعني بطبيعة الحال نتحدث عن مسألة الفائز الأول والفائز بأعلى الأصوات والدوائر المتعددة، وهذا يقودنا إلى أن نتمعن أكثر في القانون. لكن نتحدث عن ما جاء في خطبة المرجعية، هم يقرنون موضوع إجراء انتخابات بقانون انتخابات حتى تتم العملية بشفافية كاملة بعد أن أقر البرلمان قانون يضمن تشكيل مفوضية. ربما هم استقبلوها بكثير من الأهمية، لكن ليست بالنهاية هي كل متطلباتهم، على اعتبار أنهم أرادوا تشكيل مفوضية كاملة من القضاء. القانون جاء مطعما بقضاء وأساتذة جامعيين يرتضيهم مجلس الدولة، هذا جانب. الجانب الآخر فيما يخص الضغط على رئيس الجمهورية، هم استغربوا أيضا يعني من الأحاديث هنا في ساحة التحرير تستغرب من وجود ضغط على رئيس الوزراء بغية دفع مرشح معين أو مرشحين معينين من قبل قائمة معينة أو كتلة أو تحالف بهذا الصدد. هم يريدون الانتهاء من موضوع تشكيل الحكومة وفق ما أعلنوا عنه من خصائص تتوفر أو يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء القادم،
لا أن يتم الدفع باتجاه شخص معين على حساب آخر، إضافة إلى أنه الأسماء التي رفعت أيضا أو التي طرحت في وسائل الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا نالت حصتها من الاستغراب أو من الاستنكار والإدانة فيما يخص هذه الأسماء. ليست مشكلتهم مع الأسماء بقدر ما مشكلتهم مع خلفيات سياسية لهذه الأسماء. نتحدث عن أسماء لوزراء وكذلك مسؤولين تنفيذيين وأيضا برلمانيين سابقين وحاليين، فبالتالي يجري الآن الحديث عن كل هذا اللغط السياسي إنجاز الوصف. نتحدث عن متابعة من قبل ساحة التحرير، من قبل ساحات التظاهر في عموم العراق بالنسبة لما يجري من أحداث سياسية وتحديدا أبرزها ما يتعلق بيوم غد وهو انتهاء المهلة الدستورية وما يتبع ذلك من ضغط على رئيس الوزراء رئيس الجمهورية عفوا لاختيار شخص معين يقود الحكومة المقبلة، يشكل حكومة ويقودها. واجتماع تحالف البناء الآن ربما هو نوع من هذا الضغط أو من هذا الحراك السياسي الذي يجري بطبيعة الحال. المتظاهرون هنا يريدون أن تتم عملية تشكيل الحكومة بلا ضغط على رئيس الوزراء عفوا على رئيس الجمهورية باعتباره هو حامي الدستور والمعني بتكليف رئيس وزراء مقبل لقيادة الحكومة. وأيضا هم يناقشون بين حين وآخر موضوع قانون الانتخابات، أيضا المفوضية كان لها حصة من المناقشات، فبالتالي هم على اطلاع كامل بما يجري من حراك سياسي ويتابعون ويحدثون أخبارهم أول بأول. وأيضا لهم رأي، يعني شاهدنا يعني صور وأسماء رفعت في ساحة التحرير، يقول المتظاهرون بأنهم هذه الأسماء هي من يريدوها أن تصل إلى رئاسة الحكومة، لا أن تفرض أسماء معينة على رئيس الجمهورية من أجل اختيارها وحصره بأسماء محددة لا يمكن أن يخرج عن إطارها على اعتبار أن هناك توافقا سياسيا أو ما يفسر على أنه هي الكتلة الأكبر التي تدخل على خط تشكيل الكابينة الحكومية ومن ثم تتبع بمرشح معين لرئيس الجمهورية يكلف من أجل تشكيل الكابينة الحكومية المقبلة. سربد الفاضل حدثنا من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل، شكرا جزيلا لك.